الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين أجمعين. وبعد، مرحبًا بكم أيها الأحبة الكرام عبر موقع شروق الإسلام. يتجدد بنا اللقاء مع عبادة جليلة وسنة مهجورة، عبادة إذا قمت بها تنزلت على قلبك البركات وسلم صدرك من الأحقاد. إنها عبادة الدعاء للمسلم لأخيك المسلم بظهر الغيب. الدعاء طبعا كما تكلمنا من قبل عبادة جليلة، ودعوة الصائم لا ترد، لغير ذلك من فضائل الدعاء. إلا أن هناك دعوة مهمة ودعاء مستجابا بفضل الله سبحانه وتعالى، وهو أن تدعو لأخيك المسلم بظهر الغيب، يعني في السر بدون حضور المدعو له. وهذه العبادة من أخلاق الأنبياء والمرسلين. فهذا نبي الله إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام حكى ربنا على لسانه: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهو كذلك من أخلاق أو محكي عن سيدنا نوح عليه السلام. قال الله عز وجل حكاية عن سيدنا نوح: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. يدعو سيدنا نوح لكل من دخل بيته ولسائر المؤمنين والمؤمنات. إذن فالدعاء بظهر الغيب من أخلاق الأنبياء الكرماء عليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم التسليم. كذلك ربنا يحدثنا عن المؤمنين وعما ينبغي أن يكونوا مع إخوانهم الذين سبقوهم والذين جاءوا من بعدهم، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم متأسيا ومقتديا بهؤلاء الأنبياء والصالحين، بأن يدعو لإخوانه المسلمين بظهر الغيب، يعني بدون حضور هذا الأخ المسلم الذي تدعو له بقضاء حاجته. وتعالوا بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح الإمام مسلم عن السيدة أم الدرداء رضي الله تعالى عنها قالت: حدثني سيدي أبو الدرداء. قبل أن نذكر الحديث، انظر إلى هذه اللفتة المهمة وإلى هذه العبارة المهذبة من هذه الزوجة الصالحة المرأة التقية. ماذا قالت؟ حدثني سيدي أبو الدرداء، تتحدث عن زوجها فتقول سيدي. انظر إلى التوقير والتعظيم والاحترام الذي كان من نساء الصحابة لأزواجهم عليهم جميعا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. حدثني سيدي أبو الدرداء أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل. وفي رواية: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. ما شاء الله على الفضل. إذا دعوت لأخيك المسلم بخير فإن الله عز وجل يوكل عند رأسك ملك، يوكل ملكا خاصا يقول آمين، يؤمن على دعائك لهذا المسلم الذي تدعو له بدون أن يراك، بدون أن يطلع، بدون أن يسمع، يقول آمين فقط. لا، ويعم الخير عليك فيقول ولك بمثل. ولذلك تقول أم الدرداء: كان لأبي الدرداء رضي الله عنه، وهذا يعني إن دل على شيء الذي سنذكره فإنما يدل على أن هؤلاء، أن هذا الجيل العظيم ما نال ما نال من الدرجات ومن هذه المكانة العظيمة من فراغ، وإنما تعلموا وعملوا. تقول أم الدرداء: كان لأبي الدرداء 360 خليلا في الله، كان له 360 صاحب، يدعو لهم كل واحد، يدعو لكل واحد منهم باسمه في الصلاة،
تخيل عنده 360 واحد أصحاب مقربين ليه، يكتب أسماءهم ويدعو لكل واحد منهم بظهر الغيب في صلاته. فأم الدرداء كلمته في ذلك، يعني لماذا تفعل هذا؟ قال: بلغني أنه ما من مسلم يدعو لأخيه المسلم بظهر الغيب إلا وكل الله به ملكين يقولان آمين ولك بمثل، أفلا أرغب أن تدعو لي الملائكة؟ هكذا كان الصالحون، هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يسمعون من الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب فإن الله يوكل به ملكا يدعو له، يؤمن على دعائه أولا ويقول آمين ولك بمثل. إذن فهذه عبادة جميلة، عبادة عظيمة، من صنعها وداوم عليها يسلم صدره من الأحقاد ويصفى قلبه من كل ضغن ومن كل حقد. هذه العبادة تعلمك الإخلاص، لأنك تدعو لفلان من المسلمين وهو لا يسمعك ولا يطلع عليك، وإنما تدعو بذلك ابتغاء مرضات الله عز وجل، فاعلم أنك تحقق الإخلاص، تحقق سلامة صدرك وصفاء نيتك، تحقق الوفاء. هذا الأخ المسلم، أخوك المسلم، هذا له حق، له حقوق، من حقوقه عليك أن تدعو له بظهر الغيب. تحقق لك أمرا آخر خاص، يعني كل هذه قد تكون أمور عامة، الأمر الخاص بك أن دعاءك له مستجاب ودعاءك أنت لنفسك مستجاب. الملك يقول آمين ولك بمثل، ودعاء الملائكة إن شاء الله مقبول ومجاب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان أحد السلف رضوان الله عليهم إذا أراد أن يدعو ربه بدعوة قال: اللهم إني أريد كذا لفلان، يعني ما يكون عنده حاجة يريد قضاءها، يريد أمر من الله سبحانه وتعالى، ويعرف أن فلانا من المسلمين من إخوانه المسلمين ينقصه أو تنقصه هذه الحاجة، فيقول مثلا هو يريد زواجا، يريد أن يتزوج، وفلان صاحبه من المسلمين لم يتزوج، فيقول: اللهم ارزق فلانا بالزوجة الصالحة. لماذا؟ لأنه يعلم أنه إذا قال ذلك بظهر الغيب لأخيه المسلم فإن الملك يرد عليه ويقول آمين ولك بمثل، فتكون الإجابة والاستجابة من الله سبحانه وتعالى أسرع وأقرب من أن يقول اللهم ارزقني الزواج. طبعا لا بأس أن يدعو لنفسه، لكن الأولى ولكن الأرقى لقلبك ولهذه المعاني ولهذه الفوائد أن تدعو لإخوانك بظهر الغيب، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجيب لإخوانك وأن يجيب لك، وبذلك تحصل على خيري الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.